بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في تدبرنا في سورة الشعراء عند نهاية قصة موسى عليه السلام مع فرعون، تلك النهاية الزاهية التي هي نهاية كل قصة حق مع باطل. لا بد للباطل أن يتلاشى وكأنه ما كان، ولا بد للحق أن يظهر. السورة تنتقل بعد ذلك إلى قصة إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الذي عاش في وسط بيئة وأسرة كانت تصنع الأصنام وتعبدها. قال: واتلوا عليهم نبأ إبراهيم. إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ هل قال لعمه، ولا قال لأبيه، ولا العرب تطلق الأب على العم؟ كل هذه التفاصيل ليست على درجة من الأهمية وأنت تتلو هذا القرآن وتتدبر فيه. ولنا أن نتساءل، إبراهيم عليه السلام الذي عاش بين قومه يعرف عز المعرفة وتمام المعرفة، ماذا يعبد هؤلاء؟ لماذا يسألهم ويقول ما تعبدون؟ أسلوب من أساليب الحوار وفتح باب الحوار العقلي المنطقي في بيان قضية الإيمان، أن تجعل هذا الإنسان الذي أمامك تحاول معه إنه يفكر ولو للحظة: ما تعبدون؟ ليس لأنك لا تعرف ماذا يعبد، ولكن لأنك تريد أن تدفع بهذا الإنسان لاستعمال عقله: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. أصنام. والعجيب في هذا أن هؤلاء القوم زادوا في الغي وفي الباطل وفي التفاخر والتباهي بعبادة الأصنام، قالوا: فنظل لها عاكفين. والعاكف هو الإنسان المنقطع، وكأن كل حياتهم انقطعت فما عادت إلا في عبادة هذه الأصنام. نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. وهنا إبراهيم عليه السلام لم يسفه الأصنام ولم يقل عنها أي شيء أبدا، أسلوب الحوار والخطاب كله في سياق التساؤلات: هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم، أو يضرون؟ سؤال منطقي واضح. أنتم تظلون لها عاكفين، يسمعونكم إذ تدعون؟ هل يسمعون لدعائكم؟ أنتم انقطعتم عن كل شيء لأجل دعائهم، فهل يسمعون دعاءكم؟ هل أو ينفعونكم أو يضرون؟ وهذا سؤال منطقي، وهذا السؤال المنطقي يجدد به الإيمان. النفوس حتى المؤمنة حين يضعف فيها صوت الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليقين به، عليها أن تتساءل حول من التفتت إليه من دون الله: هل ينفعونكم أو يضرون؟ هل ينفعك في شيء؟ قالوا حجة واهية جدا، ولكنها حجة يمشي عليها كثير من الخلق والأمم. الإنسان يولد على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن البيئة، أبواه يهودانه ومجسانه ونصرانه، البيئة يعبد ما نشأ عليه. كثير من الناس في التعامل مع قضية الإيمان بما فيهم كذلك من بعض المسلمين تراه لا يتساءل عن قضية الإيمان، وهي أهم قضية في حياته وآخرته. رأى نفسه في وسط مسلم وبحمد الله، وولد في أسرة مسلمة فنشأ مسلما. أين سؤال الإيمان في حياتك؟ أين سؤال الإيمان كما يطرحه القرآن؟ ولذلك القرآن عاب على هؤلاء الكفار،
قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هنا القرآن ساقها وجاء بهذه الآية في سياق الذم، ليس فقط لأن عبادة الأصنام مذمومة، ولكن لأن الوصول إلى الإيمان من خلال هذه الوسيلة فحسب ليس كافيا أبدا. رب زودك بالعقل، بالبصر، بالأفئدة، بالسمع، لأجل أي شيء؟ لأجل أن تجيب على أهم سؤال في حياتك، سؤال الإيمان. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. الآبائية، السير وراء الآباء والأجداد دون إعمال للعقل والفكر. وكم من المنكرات في الإيمان، في قضايا متعلقة بالإيمان، وفي قضايا متعلقة بالأخلاق، وفي قضايا متعلقة بالمعاملات، درج الناس عليها واعتادوا عليها وألفوها، وهي باطل ومنكر، ولكنهم يفعلونها ويقومون بها، وما زالوا يقومون بها لمجرد أنهم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون. أنت مطلوب منك أن تحترم الآباء، ولكن ليس مطلوب منك أن تلغي عقلك لأجل أن تتمسك بما عليه الآباء. منطق مغلوط، غير صحيح. ثم لا تسمح لأحد من الناس، ولو كان أبا عزيزا قريبا إلى قلبك، أن يفسد عليك علاقتك بالله سبحانه وتعالى. لا تسمح لأحد. وهنا وأمام هذه الحقيقة، كثير من الناس اليوم أفسدوا علاقتهم مع الله سبحانه الخالق جل شأنه مداراة أو مداهنة لأحد من الخلق. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون. الآن بدأ بتقرير الحقيقة بكل جرأة، بكل شجاعة، شجاعة الحق الذي لا يقبل بالباطل أبدا. كيف على صوت إبراهيم وهو كان لوحده فقط؟ إبراهيم ما كان وحده، إبراهيم كان أمة. كيف أصبح إبراهيم أمة وهو فرد؟ الحق، الحق يصنع من الفرد أمة، أمة في إيمانه، أمة في ثباته، أمة في شجاعته وجرأته، أمة في قدرته على تغيير المنكر الذي من حوله، أمة في عطائه، أمة في صبره، أمة في منعه. ولذلك أنت تجد في بعض الأحيان شخص واحد، فرد واحد فقط، تنظر إلى أعماله الخيرية وإذا به قد غير وجه دول بأكملها، وهو فرد واحد. بارك الله له في عمله، وسخر له من خلقه من يكون له عونا على عمله، حتى أصبح كأنه أمة في عطائه. وهنا تحدث بكل جرأة وثبات هذا النبي الأمة العظيم. ما خاف قومه، ما خاف من جموع الباطل، ما خاف من كل ذلك. والآيات في سور أخرى تبين كيف أنه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. ولكن الإيمان حين يتمكن في قلب المؤمن ويترسخ فيه يطرد كل خوف من كل أحد إلا من الواحد الأحد. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون. كل عبادتكم الحاضرة والماضية والسالفة الكل، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لماذا إبراهيم عليه السلام يجهر بهذه الدعوة بهذه القوة أمام قومه؟ لماذا جهر بها؟ لا بد من أنك أنت تبين وتوقف الباطل عند حده. وفي قوله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، تعريض وتسفيه بهم. ما تعبدون من دون الله أعداء، لماذا؟ لأن العدو يحرص على ألا يأتي إلا بالضر لمن يعاديه. وهذه الأصنام لا تجلب لكم ولا أي شيء من الخير، لا تجلب لكم إلا الدمار والأذى والضر وغضب الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. فهي أعدى الأعداء لي ولكم،
تعريضا بهم إلا رب العالمين. رب العالمين سبحانه وتعالى استثناء منفصل. رب العالمين هو الذي أنا أرجو منه النفع. وتدبروا في اللفظ، بعد أن بين لهم سفاهة ما هم عليه وما يعبدون، عرفهم من هو رب العالمين. قال الذي خلقني فهو يهديني. إذا كان هو الذي خلقني وأوجدني من العدم، فكيف يتركني دون أن يهيئ لي أسباب الهداية التي هي الإيمان والرسالات؟ الذي خلقني فهو يهديني. وبدأ بأعظم النعم، الخلق والهداية. الهداية أعظم نعمة بعد الخلق. الله خلقنا من العدم، ومن أعظم النعم علينا أن يهدينا. ثم جاء بالنعم المادية، قال والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. ولكن بدأ بأعظم النعم، يهدين. إذا الله سبحانه وتعالى هداك وثبتك على طريق الهدى، فيا لها من نعمة. أما إذا ربي سبحانه وتعالى كتب على الإنسان والعياذ بالله الضلال، فماذا تغني عنه كل النعم الأخرى المادية التي من حول؟ ماذا تغني عنه؟ لا تغني عنه شيئا. قال الذي خلقني فهو يهدي. والذي هو اعتراف بالفضل والقدرة، يطعمني ويسقين. هل الله سبحانه وتعالى وليطعم؟ هو الذي يطعم على وجه الحقيقة، ولكن أنا أأكل بيدي الطعام. وأنت حين يكون الطفل صغيرا أنت تطعمه بيدك، لا يعرف كيف يأكل، ولكن على وجه الحقيقة الله الذي يطعمنا ويسقينا. كيف؟ لأن هو الذي أعطاك كل شيء، أعطاك اليد التي تتحرك وتحرك بها وتمسك بها الطعام، أعطاك كل شيء لأجل أن تحصل على حاجتك من الطعام والشراب، فهو أصل كل نعمة سبحانه. وما بكم من نعمة فمن الله. قال وإذا مرضت فهو يشفين، حتى يذكر الإنسان بحاله في المرض والعجز. من الذي يرفع عنك المرض؟ صحيح أنت تطلب أسباب العلاج، ومطلوب منك أن تبحث عن أسباب الشفاء، ولكن من الذي يشفيك؟ أنت تبحث عن الدواء وتبحث عن العلاج وتذهب إلى الطبيب لأجل أن يعالجك، ولكن الطبيب لا يشفيك، الذي يشفيك هو الله. وتدبروا في دقة اللفظ والمفردة القرآنية. قال وإذا مرضت فهو يشفين. الشفاء بيد الله، العلاج ممكن الطبيب يعالجك والدواء يعالج، صح، ولكن العلاج يختلف عن الشفاء والدواء يختلف عن الشفاء. الوحيد الذي بيده القدرة على شفائك هو الله سبحانه وتعالى، فتوجه إليه دون غيره، دون غيره سبحانه وتعالى، توجه إليه دون أي أحد آخر. قال والذي يميتني ثم يحيين. ذكرهم كذلك بالبعث الذي قد غفلوا عنه تماما. ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه الحياة وراها موت، وورا الموت حياة أخرى جديدة، حياة البعث. إذن اعمل لها حسابها. قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. توجه خالص تمام التوحيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك إبراهيم كان أمة، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. توحيد خالص، تنقية في التوجه، توحيد في التوجه والاعتقاد لله سبحانه وتعالى دون سواه. توحيد المقصد، أنا لا أقصد أي أحد إلا الله سبحانه وتعالى. أسقط كل الشركاء في أي موقف من مواقف حياتي. أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. مع كل الإيمان والتوحيد يرى أن لنفسه خطايا ويسأل الله أن يغفر له تلك الخطايا، خطيئتي يوم الدين. ومتوجها متضرعا مستكينا بين يدي خالقه، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. تلك الأمنية العزيزة على قلب المؤمن. لا يريد ملكا ولا يريد جاها ولا يريد سمعة، ولكن يريد
هب لي حكما وألحقني بالصالحين. لا ينفع مال ولا بنون ولا جاه ولا منصب ولا عزة إن لم يهب الله لك حكما تعرف من خلاله أن تفرق وتميز بين الحق والباطل، وبين الضلال والهدى، وبين الصدق والكذب، حتى تلحق بالصالحين. تدبروا في الربط. هب لي حكما، لأن هذه هبة من الله سبحانه، ولكنه يعطيها ويمنحها لعباده سبحانه جل شأنه بدواعي ومقتضيات الإيمان في القلوب واليقين الذي يستقر في القلوب. كلما ازددت يقينا كلما زادك الله حكما وحكمة وألحقك بالصالحين، لأن ذلك من تمام نعمته عليك، يلحقك بالصالحين في الدنيا وفي الآخرة. الصحبة، أن تلحق بالصالحين، أن تسعد بصحبة الصالحين، حتى تبقى على ثباتك ورسوخك ويقينك، حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. الصالحين، قال وألحقني بالصالحين. وتدبروا في الدعاء الذي دعا به إبراهيم عليه السلام، الذي يشكل قمة ما يتمناه إبراهيم عليه السلام. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعل لي صيت حسن ولسان صدق في الأجيال التي بعد ذلك، لا ينظر إلى من حوله، ولا ينظر إلى المجتمع الذي، ولا يحرص على رضا المجتمع. كثير من الناس اليوم مرضى بالجري وراء ما يقوله الناس عنهم، يسمعون لهذا ويركضون وراء مدح هذا وثناء ذاك. سكنتهم محبة أن يقول الناس عنهم خيرا. إبراهيم عليه السلام لم يقل بهذا أبدا، قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ولسان الصدق هو الدعاء الذي ندعو به في كل صلاة إبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لسان صدق. واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هذه الدعوات العظيمة في قلب سورة الشعراء، وفي قلب ذلك الموقف العظيم الذي بينته سورة الشعراء من مواقف إبراهيم. قصة إبراهيم عليه السلام ذكرت في سور كثيرة، ذكرت في سورة البقرة عند بناء البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ذكرت في سورة إبراهيم التي سميت باسمه عليه السلام. ذكرت في سورة الأنبياء. لماذا هذا الموقف تحديدا في سورة الشعراء؟ قلنا بأن سورة الشعراء تحدثنا عن الإعلام النزيه الهادف، الإعلام الذي يبني ولا يهدم، الإعلام الذي ينفع ولا يضر، الإعلام الذي يصلح ولا يفسد. إبراهيم فرد، ولكنه قام بما تقوم به أمة بأسرها، الحق والتوجه نحو الحق، وتلك الأمنيات التي سكنت قلب وعقل إبراهيم عليه السلام فدفعت به إلى عمل كل صالح. هذه أمنيات إبراهيم عليه السلام، أمنيات غالية عظيمة. أنت حين تصر وتلح بالدعاء على طلب الخير في الآخرة، وإن كان أيضا من المأثور أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولكن حين تلح بالدعاء على خير الآخرة، أنت في واقع الأمر طلبت الدنيا والآخرة، جمع لك خير الدنيا والآخرة. ومن بره بأبيه الذي وقف مع قومه ضد إبراهيم عليه السلام أن يدعو له فيقول واغفر لأبي إنه كان من الضالين. منتهى البر والوفاء الذي لا يمكن أن ينازله شيء إلا أمر الله سبحانه وتعالى بالتوقف عن الاستغفار له، الذي ذكرته سور أخرى. ولا تخزني يوم يبعثون،
وتدبروا في يوم لا ينفع مال ولا بنون، حقيقة الآخرة. ذاك اليوم لا ينفعك فيه لا مالك ولا أولادك إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا جئت الله بقلب سلم من كل شبهة، وسلم من كل شرك، وسلم من كل ظلم، وسلم من كل حقد، وسلم من كل حسد، هذا القلب السليم أعز المطالب طلبها إبراهيم عليه السلام. ما ترك مطلبا عزيزا إلا وسأله من خالقه سبحانه وقد أعطاه. إلا من أتى الله بقلب سليم. سلم، ما الذي سلم ذلك القلب فجعله سليما؟ الإيمان واليقين الراسخ بالله سبحانه وتعالى يزيد في سلامة القلب. أنت لا تبلغ الجنة بعملك، رحمة الله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء، ولكن من أعظم الأعمال التي تلقى بها الله سبحانه قلبا سليما، لا يحقد، لا يحمل كره، لا يحمل بغض، لا يحمل حسد. واحدة من أكبر إشكاليات العصر الذي نعيش فيه عدم سلامة القبول، ضعف سلامة القبول. يأتي الإنسان أحيانا بأعمال عظيمة، صدقات كبيرة، مشاريع خيرية يعجز اللسان عن وصفها، ولكن تراه يبخس هذا حقه ويأخذ من عرض هذا ويتكلم في نية هذا ويسفه رأي هذا وذاك، ويقضي على هذا بالنار، ويقضي على ذاك بالضلال، ويقضي على هذا بالسفاهة، ويقضي على، أين سلامة القلب؟ عملت أعمال، هي الله لك أعمال، أين ثمرة العمل الصالح في قلبك؟ العمل الصالح من أعظم ثمراته سلامة القلب والصدر. فإذا رأيت في قلبك شيئا من عدم سلامة الصدر فاعلم واتهم عملك الذي تقوم به. خلص، ابحث في العمل، راجع، تفقد عملك، لأن العمل الصالح الخالص لوجه الله لا يمكن إلا أن يثمر قلبا سليما. وأنت تزداد سلامة في القلب كلما زدت إخلاصا لله سبحانه وتعالى في عملك. وتدبروا في الربط، تدبروا في الربط، كل ما دعا به إبراهيم عليه السلام في المقدمة، صدق التوجه والتوحيد وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، والبعد عن كل شوائب الإيمان والتوحيد. وفي النهاية قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن جئت الله بقلب سليم، سلم من كل ما ذكرنا، آنذاك ينفعك المال والبنون، لأنك لن تكون قد قدمت في المال والبنون إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لن تكون قد قدمت في المال والبنين إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهو المطلوب، سلامة القلب، ذلك المطلب العزيز الذي لأجله وعلى عتبته ينبغي أن تذرف الدم العبرات. مطلب عزيز، أعظم ما ينبغي أن نلح على الله بالدعاء فيه سلامة القلب. اللهم ارزقني قلبا سليما. قال: وأزلفت الجنة للمتقين. أزلفت، قربت مباشرة، مباشرة بعد الدعاء. لماذا؟ كعادة وأسلوب القرآن يبين لي محدودية الزمن في الدنيا، مهما طال فهو محدود. وأزلفت الجنة للمتقين، للمتقين تقرب الجنة، والقرآن ينقل لك بالصورة وكأن الجنة تتحرك لأجل أن تكون قريبة من المتقين. أزلفت للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. هذا التقابل في يوم القيامة، وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون. المتقين هنا لم يذكر في التفاصيل، جاء مباشرة على الغاوين. لماذا؟ لأن السياق في الحديث عن الغواية، غواية قوم إبراهيم عليه السلام وغير بني قوم إبراهيم. أينما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ هل يستطيعون أن يقدموا لكم نصرة؟
أم هم يستطيعون أن ينتصروا أو يتغلبوا على ما هم فيه؟ لأن في آيات أخرى أنهم هم وأصنامهم يحشرون في جهنم، هم وما كانوا يعبدون من دون الله. قال فكبكبوا فيها هم والغاوون، وتدبروا في اللفظة كبكبوا، حتى المفردة المستعملة دلالة على أي شيء، على الإهانة والإذلال. فكأنهم هكذا كبكب واصبحوا كالكرة، هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. القرآن ينقل لي صورة حية، موقف من مواقف يوم القيامة كأنه حاضر أمامي أنظر إليه، وهم قد كبكبوا شيئا فوق شيء، قوما فوق قوم فوق أمة، بتزاحم شديد كما كانوا يتزاحمون ويتصارعون على أسباب الغواية. وتدبروا في اللفظة، مفردة الغواية في سورة الشعراء ذكرت كثيرا ووقف عندها طويلا. لماذا؟ لأنه متتعلق بالقضية الرئيسية التي تكلمنا عنها، قضية الإعلام. ولذلك القرآن على سبيل المثال في ختام سورة الشعراء، تدبروا في اللفظة، قال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. وهنا تدبروا في اللفظة، قال فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. وقبلها وبرزت الجحيم للغاوين، قضية الغواية. لماذا الغواية حاضرة بقوة في سورة الشعراء؟ لأن قضية الغواية هي عبارة عن إضلال لآخرين. المسألة ليست مسألة أن يكون الإنسان منحرفا عن طريق الحق فقط، ولكن الغواية تحمل من معانيها أن هذا الإنسان لديه عناد وإصرار على أن يجر غيره إلى سبيل الضلال. لم يكتفي فقط بأنه مضل، بأنه ضال، ولكن يتحول إلى مضل. والشعر الذي هو نموذج لهذه الدعاية والإعلام والوسائل الإعلامية هو سبيل من سبل الغواية، إن لم يوجه وفق التوجيه النافع الصالح الصحيح الذي أراد الله أن يؤسسه في سورة الشعراء. وأنت اليوم لو تتدبر في وسائل الإعلام المختلفة لوجدت أن عددا من تلك الوسائل وظفت وخصصت لأجل الغواية. هذه الإشكالية الخطيرة، ولذلك ذكرت مفردة الغواية والغاوون. قالوا وهم فيها يختصمون، نقل للحوار الذي يدور بين الغاوين يوم القيامة، نقل بالصوت بالصورة. تالله إن كنا لفي ضلال مبين، تكشفت الحقيقة، إذ نسويكم برب العالمين. كيف كنا في ضلال وما أدركنا أنه لا ينبغي أن يساوى هؤلاء برب العالمين؟ كيف؟ وما أضلنا إلا المجرمون، محاولة إلقاء اللائمة على الآخرين والتخلي عن المسؤولية، أسلوب إبليسي 100%، عدم القدرة على الاعتراف بالخطأ. أضلنا المجرمون، أوقع عملية الإضلال على أعناق رؤوس ورؤوس آخرين المجرمين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. هذا هنا تبرز ضعف الإنسان وعجزه وقلة حيلته حين يفوت الأوان. الساعة قامت، ما لنا من شافع، لا حدا يشفع لنا، تساقطت كل شفاعات الدنيا، لا شفيع لنا ولا صديق حميم. وتدبروا في الترابط بين دعاء إبراهيم عليه السلام وألحقني بالصالحين، وبين هؤلاء الذين يشتكون ويتباكون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة ورجع إلى الدنيا، لماذا؟ فنكون من المؤمنين. ما تحسروا لا على مال ولا على شهرة، عاشوا العمر يسعون لها. لأن واحدة من أكثر القضايا المتعلقة بالشعر وبوسائل الإعلام المختلفة
طلب الشهرة والأضواء، قال: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. لا يريدون شيئا إلا الإيمان، لأنهم أدركوا بعد أن تساقطت كل الأقنعة الزائفة أن لا شيء ينفع إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لماذا انتهى هذا الموقف هنا بموقف من مواقف يوم القيامة حاضر أمام عيني، في قلب الحدث، في قلب دعوة إبراهيم لأهله وقومه؟ هذا أسلوب من أساليب القرآن العظيم. كلما يذكر الدنيا ومواقف الدنيا ينقلك نقلة سريعة مباشرة إلى الآخرة، حتى يبقى القلب معلقا بالآخرة، مستحضرا لها، مدركا أن الزمن في الدنيا مهما امتد وطال لابد وأن ينتهي، ولابد أن ينتهي، ولا بد أن تأتي الآخرة التي هي بعيدة وهي قريبة، وهي قريبة، يرونه بعيدا ونراه قريبا. الاستحضار لهذه المعاني وهذه المواقف الصعبة، الإنسان حين يقرأ ويتدبر في موقف هؤلاء الكفار ممن كان لهم شأن في الدنيا، وترى بقلبك وبصيرتك كما يبصرك القرآن حسرتهم وندامتهم وتخاصمهم، ماذا يدفع بك هذا إلى أن تفعل؟ تستدرك ما فات، تصحح، تتوب، ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، تصلح ما قد قام وبدر منك وحدث منك. وطالما أنك أنت في الدنيا، وطالما أن النفس يدخل ويخرج وما زلت على قيد الحياة، فاعلم أنه ما زال لديك فرصة وما زلت في متسع من الأمر، فبادر بالأوقات قبل زوالها، وبادر بالأعمار قبل فنائها، وبادر بالصالحات قبل فواتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.